الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تبارك ربنا سبحانه، هو على كل شيء قدير، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السلم المنورق لسيدي الإمام الأخضري، شرح العلامة صاحب الفضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام القويسني رحمه الله تبارك وتعالى. قال رضي الله تعالى عنه: فصل في نسبة اللفظ إلى معنى. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. هنا نأتي إلى الكلام في النسبة بين الألفاظ والمعاني. فصل في نسبة اللفظ إلى معناه، ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر. يعني العنوان هنا من باب الاكتفاء، لأنه ذكر في الألفاظ نسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، وليس نسبة اللفظ إلى معناه فقط. فكأن العنوان هكذا يحتاج إلى إكمال أو إلى إضافة. فالأصل نسبة اللفظ إلى معناه، ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، أو نسبة لفظ إلى لفظ. عندنا كم شيء؟ نسبة اللفظ إلى معناه واحد، نسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر هذا ثاني، نسبة لفظ إلى لفظ آخر فهذه ثلاثة، واضح؟ ونسبة لفظ إلى لفظ آخر ليدخل الترادف. ونسبة الألفاظ للمعاني أي مع المعاني، على أن اللام بمعنى مع، والمراد بالمعنى ما يعنى أن يقصد، فيشمل الأفراد. إذن فإما أن ننسب لفظ إلى معناه، أو معنى إلى معنى آخر، أو لفظ إلى لفظ آخر، فهذا يسمى علاقة الألفاظ بالمعاني، أو علاقة المعاني بالمعاني. ومتعلق النسبة محذوف، المفروض تبقى ومتعلق النسبة
يكون بفتح اللام وليس بكسرها، أي لبعضها، ففي الكلام حذر كما قلت لكم هناك اكتفاء، يعني يحذف شيء لكفاية غيره عنه. أي ونسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض، إما المعنى إلى اللفظ أو اللفظ إلى المعنى أو اللفظ إلى اللفظ إلى آخره، يعني نسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض. كم عدد هذه النسب؟ قال 5 أقسام بلا إيه؟ بلا نقصان. اعلم أن ما ذكره المصنف من النسب الخمسة منه ما هو معتبر بين معنى اللفظ وأفراده، وذلك هو التواطؤ والتشاكك، يعني هذا يعتبر بين معنى لفظ وأفراده، وهذا يسمى التواطؤ والتشاكك. ومنه ما هو معتبر بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، وهذا هو التباين. ومنها ما هو معتبر بين اللفظ ومعناه، وذلك هو الاشتراك. ومنه ما هو معتبر بين لفظ ولفظ آخر، وذلك هو الترادف. إذن فتكون النسبة 5 بلا نقصان. وبقي على المصنف 3 من النسب، وهي التساوي والعموم والخصوص من وجه، والعموم والخصوص بإطلاق يعني المطلق. فضابط الأول أن يتحد ما صدقا ويختلف مفهوما. الأول الذي هو التساوي، يعني يتساويان، يعني كلاهما كلا اللفظين، يعني مثلا كاتب وضاحك، هذان ما العلاقة أو ما هي النسبة بين كاتب وضاحك؟ هي التساوي، يعني يتساويان في أنهما يتحدا فيما صدق واحد وهو الإنسان. فالإنسان هو الكاتب والإنسان هو الضاحك، إذن فالنسبة هي التساوي. والتساوي معناه أن يوجد لفظان يتحدا في ما صدق ويختلف في المفهوم، يعني يكون ما صدق يعني ما يصدق عليه ضاحك هو نفسه ما يصدق عليه كاتب، إلا أن مفهوم كاتب غير مفهوم إيه ضاحك. هذا هو الأول. والثاني الذي هو العموم والخصوص الوجهي، أن يجتمع في مادة وينفرد كل منهما، هذا هو العموم والخصوص الوجهي، أن يجتمع في مادة وينفرد كل منهما في مادة أخرى، كما في الإنسان والأبيض، يعني الإنسان إذا كان أبيض فهو إنسان وهو أبيض، لكن ينفرد الإنسان في إنسان أسود، وينفرد البياض في أبيض ليس بإنسان. ولهذا قلنا كل منهما يختلف في وجه آخر، ولهذا سمي وجهي. والثالث الذي هو العموم والخصوص المطلق، أن يجتمع يعني المعنيان في مادة
وينفرد أحدهما في مادة أخرى، يعني لا ينفرد كل منهما، الذي ينفرد واحد فقط وهو الأعم، كما في إنسان وحيوان. فالإنسان يجتمع فيه الإنسان والحيوان، ولكن الحيوان الذي هو أعم ينفرد في الفرس مثلا، فهو حيوان وليس بإنسان، فنقول كده كل إنسان حيوان وليس العكس. فهذا يسمى عموم وخصوص مطلق، إذا لم يصح العكس فهو عموم وخصوص مطلق. مطلق يعني كيف نعرف أنه مطلق؟ إذا كان العكس لا ينفع. كل إنسان حيوان تمشي؟ طب كل حيوان إنسان تمشي؟ لا، هنا عموم وخصوص إيه؟ خلاص كده. أما في الوجه يصح إيه؟ العكس، بس في إيه؟ بوجه، يعني يقول ليس كل خاتم فضة وليس كل فضة خاتم، يعني لما يكون الخاتم فضة يبقى كده إيه؟ عموم وخصوص وجه، لأن الخاتم ينفرد فيما ليس بفضة، خاتم ذهب أو خاتم حديد، والفضة تنفرد فيما ليس بخاتم كالإبريق، فينفرد كل منهما في إيه؟ في جهة. فالآن يقول نسبة الألفاظ للمعاني، يعني مع المعاني، على أن اللام بمعنى مع، كما قال الناظم ونسبة الألفاظ للمعاني، المقصود نسبة الألفاظ مع الإيه؟ المعاني، فتكون اللام في للمعاني بمعنى مع، والمراد بالمعنى ما يعنى أي يقصد، فيشمل الأفراد، لأن الأفراد تقصد، ومتعلق النسبة محذوف أي لبعضها، ففي الكلام حذف أي ونسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض، وهي خمسة أقسام بلا نقصان، يعني ولا زيادة، لأن اللفظ إما كلي أو جزئي. طب هنا لما ذكرنا لكم قلنا ما هي النسب الخمسة؟ التواضع، التشاكك، التخالف، الاشتراك، الترادف، هذه الخمسة المذكورة، تواطؤ، تشاكك، تخالف كده ثلاثة، الاشتراك أربعة، الترادف كام؟ طب هنا جبنا ثلاثة مش موجودة، اللي هي إيه؟ التساوي والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق، فصارت كام كده؟ ثمانية. طب هو هنا بيقول إيه؟ خمسة أقسام بلا نقصان، ومعنى بلا نقصان أيوة بلا زيادة، فكيف أوصلناها إلى ثمانية؟ أهو ده السؤال. حد عنده إجابة؟ الثلاثة الزيادة تندرج في الأنواع الخمسة المذكورة، إذن فهذا يعتبر تفصيل للخمسة وليس زيادة عليها. زي بالضبط هجيب لك مثال تفهم بيه، يعني ممكن تقول ثمانية، النسب ثمانية مش كده؟ وممكن تخلي النسب 15، 15 نسبة، وفعلا موجودة في كتاب الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني الذي هو في المنطق، اسمه ايه؟ ضوابط المعرفة، أوصلها إلى 15، وهنا كان خمسة، وبعض الشراح يجعلها كان ثمانية. إذن فما هو الصحيح؟ كله صحيح، كيف هذا؟ ليس هناك تناقض، وإنما هو إجمال وتفصيل، يعني ممكن نجمل ف
فنجعلها 5 على سبيل الإجمال، ندخل شيء في شيء آخر. فإذا أردنا التقسيم يزيد ليه، فمثلا ممكن أضرب لك مثالا لتفهم. أقول لك ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين، كم حكم؟ ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين، كم حكم التنوين؟ ما هي الأربعة؟ أول حاجة حرام عليك، أول حاجة الإظهار، يبدأ بالإخفاء، الإظهار وبعدين الإدغام وبعدين الإخفاء وبعدين ها؟ قلنا الإظهار والإدغام والإخفاء، إيه الحكم الرابع؟ الإقلاب، كم حكم كده؟ 4، فممكن نخليهم 5، ليه؟ أقول الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة هو واحد، فقلنا إيه؟ 2. ممكن يبقى لو قلت أنا الأحكام 5 صحيح ولا خطأ؟ لأني حسبت القسمين، القسم الواحد إيه؟ قسمين، لأن الإدغام على قسمين، وممكن أخليهم 3. ليه الإقلاب؟ ما الذي يحدث؟ حنقلب النون الساكنة أو التنوين يقلب إيه؟ ميم. في هذه الحالة حننتقل إلى أحكام الميم وليس إلى أحكام النون، فتكون أحكام إيه؟ النون 3. أما الإقلاب ده خلاص ما فيش حاجة، المعنى الآن ميم وليست نون، نحول الملف على إيه؟ على الميم، لأنه إيه؟ والثالث الإقلاب ميما بغنة، يبقى كده خلاص ليس عندي ايه نون وانما الذي عندي ايه ميم. فذهب الحكم بذهاب المحل. يلا يا شيخ محمد، يبقى 8 لانه في الثلاثة التي ذكرت داخلة في ايه في الاقسام الخمسة. هذا يعني يضايق من غير فائدة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدلا من تضع هاي يعني تجعل هذا أعرض، شو يعني مش تعمل مشكلة. يلا يا شيخ. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بقلوبهما وقلوبكم في الدارين امين. 5 اقسام بلا نقصان ولا زياده، لان اللفظ اما كلي او جزئي، والاول ان كان معناه واحدا فان كان مستويا في افراده. يعني كلمه بلا نقصان يفهم منها يعني لا نقصان ولا زياده، لا نفهم أنه ينفي النقصان ويثبت الزيادة، لا، وإلا لو زادت لا تكون 5. يعني هل هي تقبل الزيادة؟ لا، لأنه لو كانت يعني تقبل الزيادة لصارت 6 أو 7 أو 8، ولو قبلت النقص لا تكون 5. فإذا قال لك 5 أو 6 أو 7 من غير نقص يبقى معناها من غير زيادة، كما في قوله تعالى: تلك 10 كاملة. كاملة يعني لا نقص ولا زيادة، لأنها لو زادت 1 تبقى 11، ولو نقصت تبقى كام؟ 9. فهمت؟ يبقى ما فيش 10 كاملة و10 غير كاملة، 10 10. خلاص يلا. فإن كان مستويا في أفراده فالنسبة بينه وبين أفراده تواطؤ. ولا زيادة، لأن اللفظ إما كلي أو إيه أو جزئي، والأول اللي هو إيه؟ الكلي الأول، وأقول لك اللفظ إما كلي أو جزئي، يبقى الأول اللي هو إيه؟ كلي، والثاني اللي هو جزئي، والأول يعني الكلي. والأول إن كان معناه واحدا
فإن كان مستويا في أفراده فالنسبة بينه وبين أفراده تواتر. يعني الأول إذا كان المعنى لا يختلف في أفراده فالنسبة تسمى تواطؤ. يعني مثلا المعنى معنى كلمة إنسان، ما الأفراد التي تحت إنسان؟ الشيخ محمد، الشيخ فلان، الشيخ فلان، عبد السلام، محمود، زيد، في كل فرد من أفراد الإنسان المعنى واحد وهو إيه؟ إنسان. هذا يسمى التواطؤ. يبقى معناها جميع الأفراد يطلق على كل واحد إنسان، هذا اسمه التواطؤ. ما معنى كلمة التواطؤ؟ يعني التوافق والاتحاد، يعني في مواطأة، يعني في موافقة، في اتحاد، يعني ليس هناك اختلاف في معنى الإنسان بيني وبين غيري، بل جميع الأفراد متساوون من جهة المعنى. فيقال لأشرف إنسان في الوجود إنسان، ويقال لأحقر إنسان يقال إنسان، ويقال للعاصي إنسان، وللطائع إنسان، وللنبي إنسان، وللولي إنسان، ولكل إنسان إنسان. هذا اسمه إيه؟ لماذا سمي بالطائع؟ لأن المعنى لا يختلف، كما أني مثلا معكم لا أختلف معكم ولا تختلفون معي، فأنتم في مواطأة، يعني في اتفاق، كما قال تعالى ليواطئوا. إيه معنى ليواطئوا؟ يعني ليوافقوا، يخلوا هذا مثل هذا. فهمنا معنى التواطؤ؟ يعني يعني اللفظ واحد من جهة المعنى، والنسبة بينه وبين أفراده لا تختلف، إذن فهذا هو التواطؤ. يلا، وهذا هو القسم الأول من الخمسة. يعني معناه نسبة المعنى إلى أفراده، وهو القسم الأول من الخمسة كالإنسان، فإن معناه لا يختلف في أفراده. ويسمى ذلك المعنى متواطئا لتواطؤ أفراده، أي توافقها فيه، فإن أفراد الإنسان كلها متوافقة في معناه من الحيوانية والناطقية. يعني زيد حيوان ناطق، علي، عبد السلام، محمد، سعد، حسين، حامد، خلاص في توافق في إيه؟ في المعنى، لأنه واحد في الكل وهو إيه؟ الحيوانية والناطقية. وإنما الاختلاف بينهما بعوارض خارجة كالبياض والسواد والطول والقصر. يعني معنى زيد وعلي وعبد السلام كل ده معناه واحد في أصل الإنسانية الحيوانية والناطقية، إنما الاختلاف إذا وجد في الأفراد لا يكون في الإنسانية اللي هي تتركب الماهية منها حيوان ناطق، وإنما الاختلاف بعوارض خارجة، يعني خارجة عن الماهية كالبياض والسواد. فنقول هذا من السودان وليس أبيض، هذا من دمياط أبيض، هذا من إفريقيا، هذا من آسيا، هذا عالم، هذا جاهل، هذا مسلم، هذا كافر. فهذه اسمها إيه؟ عوارض الاختلاف الخارجة عن الماهية. يلا. فإن كان معناه مختلفا في أفراده كالنور، فإن معناه في الشمس أقوى منه في القمر. انتقلنا الآن إلى النسبة الثانية وهي إيه؟ الاشتراك. يعني قلنا التواضع، نجد اللفظ
المعنى الذي يحمله اللفظ الذي يحمل فيه المعنى إذا كان المعنى واحد في الكل لا يختلف من واحد إلى آخر يسمى التواطؤ. أما إذا كان المعنى مختلف في الأفراد يعني معناه يعني مثلا لفظ النور، النور إيه؟ له إيه أفراد، نور الشمس، نور القمر، نور المصباح، نور الشمعة، كله إيه في أصل المعنى واحد، إلا أن فيه تفاوت. يعني مثلا نجد نور المصباح أقوى من الشمعة، نور القمر أقوى من المصباح، نور الشمس أقوى من نور القمر، نور النجوم، هكذا نجد هذه الأنوار، وإن كانت كلها أنوار إلا أن هذا أقوى، هذا أضعف، هذا أشد، إذن فهذا يسمى التشاكك أو الكل المشكك. زي ما أقول لك بص كده، شوف هذا ورق أبيض، تروح أنت تجيب ورق أبيض آخر أشد بياضا، بياض ناس، وتجيب ورق آخر أقل. إذن اللون حتى احنا الآن بننظر في الأوراق فنجد أنه في كتاب تجد البياض شديد، في كتاب بياض غامق، في كتاب بياض مثلا يميل إلى زرقاء، يميل إلى حمرة. هذا يسمى التشاكك، يعني المعنى مختلف في الأفراد، يعني هو المعنى واحد لكن فيه اختلاف قوة وضعفا، خلاص قوة وإيه، فهذا يسمى التشاكك. زي مثلا ننسب الشيخ محمد والشيخ طلحة والشيخ فلان، كل هؤلاء ننسبهم للعلم، ولكن هناك تفاوت، ليس العلم أو معنى العلم في الجميع واحدا، بل نقول هذا أعلمهم، هذا يليه، هذا يليه. إذن فهناك تفاوت في العلم والجهل والسواد والبياض، فهذا يسمى الكل إيه؟ يعني نتفاوت أنا وأنت في البياض، أنت مثلا من الشام بياضك يعني، أنا من الصعيد بياضي كده يعني، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واحد مثلا من الخرطوم تجده إيه؟ أسود البشرة، عنده إيه؟ سواد. واحد تاني من دارفور تجده يعني مثل الفحم، اختلاف الألوان بالشدة وإيه؟ والضعف. يعني في إنسان كده لا تراه في الظلام لأنه هو والظلام سواء، هذا سواد وهذا سواد. فإذا أراد منك أن تراه ضحك حتى يظهر بياض إيه؟ أسنانه. يبقى هذا يسمى إيه؟ الكل المشكك، يعني الأشياء التي لا اختلاف فيها تسمى إيه؟ تواطؤ، والتي فيها اختلاف تسمى إيه؟ تشاكك. يعني مثلا الإنسانية، هذا إنسان وهذا، هل هذا فيه تفاوت؟ كل إنسان ما فيش تفاوت من حيث أنه حيوان ناطق، إنما الاختلاف بعوارض خارجية. إنما مثلا لقينا 10 ماتوا فكلهم في الموت تواطؤ، فلا ننظر إلى أحدهم ونقول هذا أكثر موتا أو هذا يعني موت شديد وهذا موت ضعيف، الكل مات، فلا تفاوت في الإيه؟ في معنى الموت، كما لا تفاوت في معنى الإنسان. الأنثى مثلا من حيث إن لها فرجا تسمى أنثى، إذن فكل أنثى متواطئة ومتوافقة مع جميع الإناث. ليه؟ لأن الأنوثة واحدة في الجميع، معنى الأنوثة. فالذي لا ترى فيه أي اختلاف يسمى تواطؤ، والذي يوجد فيه الاختلاف يسمى
تشاكك. فإن كان معناه مختلفا في أقرانه كالنور، فإن معناه في الشمس أقوى منه في القمر، وكالبياض فإن معناه في العاج أقوى منه في الثوب. يعني العاج أبيض والثوب أبيض، أيهما أقوى؟ العاج. النور، الشمس تنير والقمر ينير، لكن أيهما أقوى؟ دليل أن الله تعالى جعل الشمس ضياء والقمر إيه؟ نورا. إذن فالنسبة بينه وبين أفراده تشاكك، ويقال للمعنى مشكك. المعنى مشكك، طب واللفظ مشكك. يلا. ويقال للمعنى مشكك، لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئا كمعناه، وفي الثاني مشككا كمعناه. يعني أنت عندك هنا اعتباران، إذا نظرت في الأفراد فعليك أن تنظر بنظرتين مختلفتين، إما أن تنظر باعتبار الأصل فهذه الحالة يصبح إيه؟ كله إيه؟ متواضئ، وإما أن تنظر باعتبار إيه؟ باعتبار الزيادة على أصل المعنى، هذا يسمى إيه؟ تشابه. وإذا نظر بين معنى اللفظ وبين معنى الآخر، إذن قبل أن ننتقل القسمان الأولان اللي هم التواطؤ وإيه؟ هذا بإيه؟ بالنظر إلى اللفظ، العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، يعني اللفظ الواحد ومعناه، واضح؟ أما هنا لا، العلاقة بين معنى اللفظ وبين معنى لفظ آخر، مفهوم كده؟ إنما الأول لفظ واحد بس في معاني مختلفة، إنما هنا لا، في لفظ تحت معنى وفي لفظ تحت معنى. فإن لم يسبق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فالنسبة بينهما تخالف. يعني نشوف معنى لفظ، معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، فنقارن بين معنى هذا اللفظ. يعني مثلا عندنا لفظان، لفظ له معنى ولفظ، لأن المعاني دي لابد لها من قوالب، يعني لا يمكن وجود المعنى من غير لفظ، كما لا يوجد وجود الشاي من غير كوب، كيف يأتي به بدون وأنت إذن كيف تعبر عن المعنى دون لفظ؟ لا يمكن. في هذه الحالة إذا كانت النسبة بين معنى للفظ، هو لازم المعنى يلزم يكون في لفظ، أو اللفظ يكون في معنى، وبين معنى لفظ آخر، ننظر في اللفظين والمعنيين، فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فالنسبة بينهما تخالف، أو تقول تباين، كالإنسان والفرس، ما فيش علاقة، ما فيش عموم وخصوص. اللفظان متباينان، يعني مختلفان تماما. إذن فالعلاقة بين معنى لفظ وبين معنى لفظ آخر، إذا لم يكن بين المعنيين أي ارتباط أو تداخل أو عموم وخصوص، فيسمى حينئذ التباين. ما معنى التباين؟ يعني هذا مخالف، التباين يعني التخالف، كالإنسان والحجر أو كالإنسان والفرس. إيه العلاقة بين الإنسانية والفرسية؟ فنقول التباين، التباين يعني التغاير، يعني الانفصال، لا توجد علاقة. يعني ممكن تقول كده العلاقة بين الإنسان والحجرة، تقول إيه؟ تقول ما هي بين الإنسان والحجر أو بين الإنسان والفرس، ما هي؟
أو تقول لا علاقة، ولا علاقة يعني تباين، ما فيش علاقة يعني متباينان يعني متغيران، كما إيه عارف في الفقه في حاجة اسمها إيه البينونة، في بينونة صغرى وفي بينونة إيه صغرى وإيه وكبرى. البينونة الصغرى دي تبقى امرأته بانت، يعني إيه بانت؟ يعني انفصلت، أصبحت تغير صفتها، ليست زوجة، يعني بعد انقضاء العدة ده البينونة الإيه؟ ها؟ البينونة الصغرى. طب والبينونة الكبرى اللي هي فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا البينونة الصغرى لازم يكون فيه عقد ومهر جديد، إنما في الكبرى لابد يكون فيه زواج. إيه معنى البينونة؟ يعني التغاير والانفصال. يبقى هذا ايه كام كده رقم كام كده 3. اي تباين كالانسان والفرس، ويسمى معناهما متباينين كاللفظين. يعني شوف التباين سبحان الله بيوجد في اللفظ ويوجد في المعنى. اولا معنى الانسان غير معنى الحجر وغير معنى الفرس، واللفظ غير ده، انسان حجر انسان حجر، فرس في اللفظ فيه تغاير في تباين، وفي المعنى ايضا. واللفظ المفرد ان تعدد معناه كعين. يبقى الان خلصنا كم من النسب 3. يجي بعد كده النسبه اللي جايه دي اسمها الاشتراك، اللفظ الاشتراك كده يبقى كام 4. اللفظ المفرد ان تعدد معناه، يعني لفظ واحد ولو اكثر معنى، كلفظ عين للباصره يعني التي نبصر بها، والجاريه فيها عين عين جاريه، يبقى الجاريه يعني الماء اللي يجري يقال له عين. طب والتي نبصر بها عين، شوف هنا المعنى واحد ولا مختلف؟ ها؟ واحد ولا مختلف؟ مختلف. وكذلك ايه؟ محفد بوزن منبر، محفد بوزن منبر لطرف الثوب، وللقدح الذي يكال به، يعني نقول لطرف الثوب نقول ايه محفد، والقدح الذي نكيل به يقال له محفد. شوف اللفظ واحد، هذا محفد وهذا محفد، إلا أن المعنى مختلف، فهذا يسمى إيه؟ الاشتراك. فالنسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك، لاشتراك اللفظ المعنيين في لفظ واحد. يعني لفظ عين ذا له كم معنى؟ 6 معاني، وكلهم يعبر عنهم بلفظ واحد. فتقول على الجاسوس تقول عين، وتقول على الماء الجاري عين، وتقول على العين التي تبصر عين، وتقول على النقدين الذهب والفضة عين، وتقول على الذات أو الشيء المملوك عين، وتقول عين الشيء يعني حقيقة الشيء. إذن فلفظ واحد ولكن المعنى إيه؟ ها؟ مختلف، فهذا يسمى الاشتراك. والاشتراك كما بينه ساداتنا العلماء، الاشتراك على نوعين، في مشترك لفظي وفي مشترك معنوي. المشترك اللفظي كعين عين، خلاص كده، هذا مشترك ايه لفظي. وكذلك مثلا الصلاة، الصلاة ده مشترك لفظي، يعني مثلا الصلاة صلاة العشاء صلاة الجمعة، شفت كده الصلاة معناها ايه؟ الصلاة هنا والصلاة على هذا صلاة وهذا صلاة. اقول لك مثلا واحد يركع ويسجد نقول هذا يصلي، مش كده؟ واحد اللهم صل على سيدنا محمد افضل صلاة على
خلاص عادي، بس لا تفهم أن الدرس انتهى لسه. فالصلاة يقال فلان يصلي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان يصلي إذا صلى العشاء. إذن فالصلاة مشترك لفظي، والعين مشترك لفظي. يبقى المشترك اللفظي ما هو ضابطه؟ كيف نفرق، سؤاله كيف نفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ فالجواب أن اللفظ إذا كان واحدا والمعنى مختلف فهذا هو الاشتراك اللفظي، فعلامته وضابطه وقيده أن يكون لفظ واحد، كما مثلت لك فلان يصلي على النبي، فلان يصلي لله صلاة الظهر. ألم نعبر بلفظ واحد ولكن المعنى؟ فهذا يسمى اشتراك لفظي. أما إذا لم يختلف المعنى أيضا، يعني لا اختلف اللفظ ولا اختلف المعنى، فهذا يسمى اشتراك معنوي. إذن فما ضابط الاشتراك المعنوي؟ ضابطه أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، بخلاف الاشتراك المعنوي ضابطه أن يكون المعنى مختلفا. إذن فالمعيار عندك والميزان هو الاختلاف أو عدم الاختلاف، فانظر إلى المعاني التي تحت اللفظ هل هي مختلفة أو لا، فإن كانت مختلفة فيسمى مشترك لفظي، وإن لم تكن فيسمى مشترك معنوي. ليه؟ لأن اللفظ واحد والمعنى واحد، يعني كلنا نشترك في لفظ واحد ومعنى واحد هو الإنسان. أنت لفظ إنسان والمعنى إنسان، وأنا كذلك، هذا إيه مشترك إيه؟ معنوي. واضح ولا لسه؟ طيب الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل الصلاة في الآية من لفظ الصلاة إن الله يصلون؟ إن الله يصلون لفظ واحد، فهل المعنى واحد؟ والله إذا كان المعنى واحد يكون إيه؟ مشتركا لفظيا. أما إذا كان المعنى المعنى إذا كان مختلف يعني غير واحد والمعنى متعدد بمشترك لفظي، أما إذا كان المعنى واحدا فهو مشترك معنوي. ومن أهل اللغة من قال بهذا ومنهم من قال بالأول، ولكل وجهة هو موليها، فافهموا العلم لعلكم تفلحون. وإن تعدل اللفظ واتحد المعنى كالإنسان والبشر فالنسبة بين اللفظين الترادف كما قال، وعكسه أي وعكس الاشتراك وهو تعدد اللفظ مع يعني إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى ده عكس الإيه؟ عكس إيه؟ ده عكس الاشتراك، لأن الاشتراك معناه إيه؟ ها؟ معناه لفظ واحد وإيه؟ ها؟ والمعنى مختلف. أما الترادف معناه معناه اللفظ مختلف والمعنى واحد، يبقى الاشتراك معناه اللفظ واحد والمعنى متعدد، وعكسه هو ما يسمى بالترادف، يعني أن أن اللفظ متعددا والمعنى واحدا، وعكسه الترادف، يعني الترادف ده عكس الاشتراك. يلا يا شباب. وعكسه أي وعكس الاشتراك وهو
وعكسه أي وعكس الاشتراك وهو تعدد اللفظ مع اتهاد المعنى الترادف بترادف اللفظين على معنى واحد. يعني إيه معنى كلمة الترادف؟ يعني الترادف يعني التوارد، يعني هذا اللفظ يرد على هذا المعنى ولفظ آخر يرد أيضا عليه، فهنا ألفاظ كثيرة متعددة ولكنها تترادف يعني تتوارد على معنى واحد. يجي لك مثلا معنى واحد ويجي لك حوالي 30 لفظ ولكنها جميعا يقصد منها معنى واحد. أقول لك مثلا، هل جاء الشيخ محمد نزروه؟ هل حضر؟ هل أتى؟ هل وصل؟ كله يؤدي. هل هو موجود؟ كله هنا كم لفظ؟ كثير، مثال يعني، ولكنه معنى واحد. أقول لك فلان قام من المجلس، فلان خرج، فلان ذهب، فلان غادر، فلان رحل، فلان طفش، كل ده معناه برا. اخرج من قاعة الامتحان، انصرف. ايه الفرق؟ هل يمكن تنصرف من غير ان تخرج او تخرج من غير انصراف؟ يبقى اذن المؤدب. ولهذا في بعض الناس عاب على اللغة، قال انتم العرب ما عندكم الا انكم يعني تكثرون من الكلام وتجيبوا حوالي 30 لفظ وتقصدون معنى واحد، لماذا الاكثار؟ انتم قوم تعجبون بالكلمات والالفاظ ولكن كلها تؤدي الى معنى واحد. فاختصر، تملؤون الكتب ونجد ما في هذه الصفحة هو الذي في الصفحة الأخرى هو الذي في الكتاب. إذن فما الفائدة؟ أليس هذا عيبا يؤدي إلى تكرار المعنى؟ وهو لا، يعني تعبرون عن المعنى الواحد بأكثر من 100 لفظ، فيه عجائب في اللغة. ففي بعض الناس ظن أن الترادف ده من عيوب اللغة، لكن لا، هذا الترادف يؤدي إلى رونق وجمال اللغة وسر بلاغتها. فيقولون لك مثلا، تقول فلان جلس وتقول فلان قعد، والقعود والجلوس واحد، وبتتفنن. مرة تقول مثلا، أو مرة يأتي مثلا في كتاب الله تعالى، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، ولم يقل جلوس. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد، ولم يقل في مجلس. ويأتي القرآن في آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إذن قعد وجلس واحد، فكيف تفرقون؟ قالوا المعنى الأصلي واحد، ولكن هناك فروق في الاستعمال، أو فروق تبين لك متى نستعمل أو متى نقول قعد ومتى نقول جلس. يعني السياق والبلاغة هي التي تحكم. فيقولون العرب لا تقول قعد إلا إذا كان قائما، أو إنسان قائم وراح جئت أنا دخلت قائم، ثم لا أقول جلست وإنما أقول قعدت. ليه؟ لأنني كنت قائما. ولهذا يذكر القرآن الكريم القعود مع القيام، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أما لو كنت متكئ كما جاء في الحديث
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الشرك بالله. قال عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وليس إيه فقعد. ألا وقول الإيه بالزور. يبقى هنا الاستعمال جلس تستعمل في مواضع وقعد تستعمل في مواضع أخرى، وكذلك حضر وأتى، وكذلك ذهب وخرج. الاستعمال يختلف، وهذا مثال يبين لك أن الترادف يؤدي إلى عظمة اللغة وإلى جمالها، لا إلى إيه ركاكتها ولا إلى إيه إلى فحشها. يعني مثلا إيه الفرق أيضا بين المجلس والمقعد؟ الله تعالى يقول إذا قيل لكم تفسحوا في إيه، في المقاعد ولا في المجالس؟ في المجالس، وفي قراءة في المجلس. لماذا أفسح للقادم في المجلس؟ لأن المجلس ينفض، يعني نجتمع في مجلس ساعة أو أكثر ثم إيه ينفض المجلس، ليس فيه الديمومة، ليس فيه الدوام. أما في النار هل ينصرفون عنها؟ لا. فقال إذ هم عليها قعود، لأن المكث فيها دائم، بخلاف المجالس تنعقد ساعة ثم إيه تنفض. ولأجل هذا نفسح ونوسع في المجلس لا في المقاعد. ولأجل هذا وصف الله تعالى المتقين لا بأنهم يجلسون، وإنما قال في مقعد، لأنهم في وضع دائم، هذه مقاعد دائمة لهم لا يتركونها. أما إذا كان مجلس علم أو صلاة جمعة أو تعليم قرآن، فهذه المجالس ينصرف الناس منها، فلهذا سميت مجالس وأمرنا فيها بالتوسعة. واللفظ إما طلب أو خبر، هذا موضوع جديد ولكن نأخذ بسيط، يعني هو بيتان. واللفظ إما طلب أو خبر أو خبر، وأول ثلاثة تتذكر: أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس دعاء. قال: واللفظ أي المستعمل إما طلب، إن أفادت طلبا كإن تضرب ولا تقم. يعني هذه الألفاظ التي نستعملها، أما اللفظ المهمل لا يقال فيه هذا التقسيم. فإن أفاد الطلب اضرب، يعني معناه طلب الضرب، لا تقم طلب عدم القيام، ففي هذه الحالة يسمى إيه طلب، خلاص. وإن أفاد وإن احتمل الصدق والكذب فيسمى خبر ويسمى قضية. متى نقول خبر؟ إذا كان يحتمل إيه الصدق والكذب. أما إذا كان لا يحتمل الصدق ولا الكذب فيسمى طلب، يعني هنا، أو يسمى إنشاء. وهل الإنشاء فيه طلب أو لا، هذه إيه قضية إيه أخرى سنتكلم فيها إن شاء الله. واللفظ إما طلب أو إيه أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر. يعني اللفظ المستعمل إما طلب، إن أفاد الطلب زي اضرب ولا تقم، أو خبر إن احتمل الصدق والكذب كزيد قائم. زيد قائم هذا يحتمل أن تكون صادقا لأنك تخبر. طيب إذن كيف نفرق بين الخبر وبين الإنشاء؟ شوف كده، انظر إلى هذه القاعدة. إذا كان مدلول اللفظ متحققا في الخارج بدونه فهو الخبر،
وإن لم يتحقق إلا به فهو الإنشاء. يعني مثلا أنا أقول زيد قائم، هل زيد قائم هل هذا متحقق في الخارج اللي هو قيام زيد بدون اللفظ؟ فإن كان كذلك لأني أخبر فقط، لأنه كون زيد قائم أو ليس قائما ليس له دخل في خبري أو في كلامي، بل هو متحقق، يعني كونه قائم أمر موجود في الخارج سواء أنا أخبرت أو لم أخبر. أما إذا كان مدلول الكلام لا يتحقق في الخارج إلا بعده فهذا يسمى إنشاء. كما أقول لك اسقني أو أطلب الماء أو أطلب الضرب، فهذا لا يتحقق مدلوله إلا بعد اللفظ أو بعد الكلام، فهذا هو الإنشاء. أما الخبر مدلوله في الخارج متحقق بدونه. يعني أقول مثلا هناك يعني برد في الجو، البرد موجود، سواء قلت في برد أو ما في برد البرد موجود. أو أقول مثلا الطلبة حاضرون، هم حاضرون سواء قلت أو لم تقل. فإذا كان مدلول الكلام في الخارج متحقق بدونه يسمى إيه؟ أما إذا لم يتحقق إلا به فيسمى إيه؟ إنشاء. وأول ثلاثة سائحة ستذكر، وكلمة ستذكر السين هذا معناه يعني لا يذكرها الآن وإنما سيذكرها فيما بعد، ونحن نلتزم بما قال فنذكرها فيما بعد إن شاء الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك على آله وصحبه وسلم عدد معلومات كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.